شركة مارفيلا هوست الداعم الرسمي لقناة ألغوريتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في كراش كورس جديد على قناة ألغوريتم، والذي سنتحدث فيه عن اليارن. إذا كنا نعمل مثلا على مشروع بالجافا سكريبت أو النود جي اس، ولنقول احتجنا إلى كود ليتعامل لنا مع الصور، سنقوم ببرمجة هذا الكود. طبعا شخص آخر أيضا أراد التعامل مع الصور في مشروعه، سيقوم أيضا ببرمجة كود لعمل ذلك، ونسأل الأمر مع كل شخص أراد مثلا أن يتعامل مع الصور سيقوم بعمل كود. من هنا جاءت فكرة الباكيج. إذا ما هي الباكيج أو الحزمة؟ هي عبارة عن كود قابل للاستخدام أو إعادة الاستخدام في مكان آخر. فبدلا من أن أضيع وقتي يعني في كتابة كود من جديد، يمكنني الاعتماد على كود شخص آخر يؤدي نفس الوظيفة، مثلا التعامل مع الصور. إذا هذا هو الباكيج بكل بساطة. الآن لدينا مصطلح آخر مهم قبل أن ندخل في اليار، وهو الباكيج مانيجر. إذا ما هو الباكيج مانيجر أو مدير الحزم؟ بكل بساطة الباكيج مانيجر أو مدير الحزم هو أيضا piece of software، يعني برنامج أو شيء من هذا القبيل، سكريبت يساعدنا في أننا نقوم بتنظيم أو عمل مانيج دي الديبندنسيز، يعني نقوم بالتحكم في اعتماديات المشروع التي يعتمد عليها مشروعنا. إذا اليارن، اليارن is a JavaScript package manager، إذا هو مدير حزم JavaScript، a direct competitor of NPM، إذا هو منافس مباشر لل NPM. أيضا اليارن هو معتمد على NPM، يعني هو فقط NPM وتم تعديله قليلا، فجاء ببعض الحلول التي كانت موجودة في NPM. أيضا اليارن هو من تطوير شركة فيسبوك، وهو أحد المشاريع مفتوحة المصدر. الشيء الذي يميز اليارن عن NPM هو السرعة، وسنرى فيما بعد مقارنة السرعة بين اليارن والNPM. إذا ميزات اليارن، لو ذهبنا إلى الموقع الخاص باليارن، إذا سنلاحظ أنه إلترا فاست، يعني سريع جدا، أيضا ميجا سكيور في حماية جيدة، وأيضا سوبر ريليبل يعني موثوق. أيضا لدينا من بعض الميزات الأخرى، لدينا الأوفلاين مود، عندما نقوم مثلا بتسطيب باكيج باستخدام اليارن، فاليارن يقوم بعمل كاش لهذه الباكيج عندنا في الكمبيوتر. الآن عندما لا تكون انترنت متوفرة، سأستطيع أن أقوم بتنصيب هذه الباكيج بدون سهولة. طبعا في NPM كانت هذه الخاصية غير موجودة، لكن في تحديث NPM الأخير أصبحت أيضا مدعومة خاصية الأوفلاين مود. لدينا أيضا السيم باكيجز، كما قلنا اليارن هو NPM فقط وتم تعديله. إذا كان لدينا مشروع تم عمله بالNPM، يمكننا بكل سهولة أننا ننتقل إلى اليارن. لدينا أيضا موضوع النتورك ريزيلينس. إذا هذا الموضوع في الNPM، عندما نقوم بتسطيب باكيج وحدث مثلا خلل في الانترنت أو أي شيء آخر، أي خلل، فإن عملية التثبيت أو التحميل أيضا ستتوقف مباشرة، لكن اليارن يقوم بطلب إعادة التحميل والتثبيت من جديد إلى غاية أن يتم تثبيت هذا الباكيج. أيضا لدينا الفلات مود، هذا فقط لكي نقوم بتجنب ديبريكيت الخاصة بالباكيجز، يعني لن يكون هناك تعارض بين الفيرجنز الخاصة بالباكيجز التي نقوم باستخدامها. إذا لدينا هنا تكلمنا عن الميزات، الآن كيف نقوم بعمل انستاليشن لليارن. إذا لدينا هذا الأمر npm install global yarn، إذا بهذا الشكل npm install minus global ثم yarn. هذا بالنسبة لجماعة الويندوز. بالنسبة لجماعة الماك واللينكس سنحتاج إلى أننا نضيف السودو. إذا أنا قمت بتسطيبه سابقا. إذا بعد عملية الانستالين سوف نرى كيف نقوم باستخدام اليارن في المشاريع. طبعا يارن writes its dependencies to a file named package.json، إذا سيكون لدينا package.json. اليارن سوف يقوم بإضافة الاعتماديات التي يعتمد عليها
مشروعنا في ملف باسم باكيج دوتشيزون، نفس الامر بالنسبه للام بي ام. وايضا سوف يتم تحميل لنا فولدر او يتم انشاء فولدر في الروت فولدر او الروت بروجكت. سنرى مجلد اسمه نود موديولز، هذا النود موديولز يحتوي على الباكيجز التي تم تحميله. اذا هنا سوف نجد اسماء الباكيج وهنا سوف نجد ملفات الباكيج لكي نستطيع استخدامها نحن في المشروع. اذا هو شبيه تماما بالام بي ام. اذا كيف نقوم باستخدام اليارن؟ اذا في الام بي ام كنا نعمل بهذا الشكل. اذا اردنا ان نقوم باستخدام الام بي ام اذا كنا نعمل ام بي ام init بهذا الشكل، واو نضغط فقط انتر انتر. ولو عملنا هنا ls سوف نلاحظ سيتم انشاء لنا ملف package.json. ايضا نفس الامر بالنسبه لليارن، لدينا هذا الامر الثاني yarn init. اذا هنا سوف نكتب yarn init بهذا الشكل. نلاحظ ايضا نفس الاسئلة، نضغط انتر انتر انتر، نعمل ls، نلاحظ هنا لدينا package.json ايضا. اذا بهذا الشكل نحن نقوم بعمل initialize لبروجكت جديد باستخدام اليارن. لدينا ثاني شيء، كيف نقوم بتنصيب الاعتماديات في مشروع موجود مسبقا. ما معنى مشروع جاهز مسبقا؟ يعني مسبقا لدينا نحن ملف package.json ويحتوي على الديبندنسيز التي يحتاجها هذا المشروع لكي يشتغل. كل ما علينا ان نقوم بفعله هنا في الـ npm كنا نكتب npm install، وسيتم تثبيت جميع الديبندنسيز الموجودة في الباكيج.json. هنا في اليارن سوف نستخدم الامر يارن، او نستطيع ان نستخدم يارن install. اذا سوف نأتي هنا على اليارن، سوف نقوم بتسطيب، او سوف نرى هذا الامر اولا. اذا كيف نقوم بتسطيب ديبندنسي جديدة؟ اذا سنحتاج الى اننا نقوم بكتابة هذا الامر yarn add ثم اسم الباكيج نيم. لنقول انني اريد ان نقوم بتسطيب فريمورك الاكسبرس، اذا سوف اكتب yarn add express بهذا الشكل. في الـ npm كنا نكتب بهذا الشكل npm install express. اذا وسيتم تسطيب الاكسبرس. لو نلاحظ هنا عملية تحميل وتسطيب الاكسبرس في مشروعنا، هذه هي المدة التي استغرقتها. سوف نرى المدة الموجودة في الاكسبرس. نلاحظ يعني هنا يعني اصلا هناك بعض البطء في عملية التحميل والتثبيت. اذا نلاحظ هنا الفرق في الوقت، هنا 18.381، هنا 5.99، يعني هنا اليارن سريع جدا. اذا هذه هي الميزة الحالية التي تميز اليارن عن الامبيام. اما اذا اردنا ان نقوم بتسطيب باكيج جلوبالي، سنقوم باضافة هذا الامر يارن جلوبال اد ثم باكيج نيم. في الامبيام كنا نعمل بهذا الشكل npm install minus global، او نستطيع ان نكتب بهذا الشكل install، او بهذا الشكل طريقة مختصرة. ثم هنا اسم الباكيج، لنقول مثلا express، والاكسبرس هذا لن نحتاج من بعد الى تسطيبه من جديد. لماذا؟ لاننا قمنا بتسطيبه كجلوبال على الحاسوب. اما اذا كنا نريد ان نقوم بتسطيبه locally، يعني في هذا المشروع فقط، نستخدم هذا الامر yarn add. اذا نفس الامر بالنسبة لليارن، سوف نكتب yarn global ثم add ثم اسم الباكيج نيم بهذا الشكل. ايضا شيء اخر، احيانا نريد ان نقوم بتسطيب بعض الديبندنسيز او الاعتماديات، لكن ك ديفلوبمنت فقط، ديفلوبمنت ديبندنسي، يعني فقط نحتاجها فقط في وضع التطوير، لكن في وضع الانتاج او في وضع البرودكشن مود لا نحتاج الى هذه الابلكيشن، يعني من دونها سوف يشتغل ايضا المشروع الخاص بنا. اذا في الام بي ام كنا نقوم باستخدام هذه الطريقة npm install ثم اسم الديبندنسي التي نريد ان نقوم بتثبيتها ك development dependency. لنقول على سبيل المثال النودمون، ثم كنا نكتب
ماينس دي بهذا الشكل. في اليارن سنكتب هذا الأمر، سوف نكتب يارن add ثم ماينس ماينس dev، وثم لدينا هنا قلنا النضمن وسيتم تصديقه. هنا لدينا npm install minus d وأيضا نضمن. إذا تتم عملية التحميل والتصديق ننتظر قليلا. إذا تم التصديق، ولو هنا قمنا بعمل استعراض لملف الباكيج دوت جيسون، نلاحظ هنا النضمن تم تصديقه ك development dependencies، وهنا لدينا الديبندنسيز. هذه الديبندنسيز يعني هي إجبارية وضرورية لكي يشتغل المشروع، لكن هذه فقط كأدوات مساعدة نحتاجها في وضع التطوير. نلاحظ هنا يعني سرعة التحميل والتصديق باستخدام NPM بطيئة نوعا ما مقارنة باليارن. إذا لدينا هذا الأمر يارن add minus minus dev، أو أيضا يمكننا أن نقوم بالاختصار بهذا الشكل يارن add minus d. إذا نحن قمنا باستخدام هذا الأمر، أو يمكننا أن نقوم باستخدام الصيغة المختصرة minus d capital فقط. إذا تم التصديق، أيضا نقوم بعمل استعراض لملف الباكيج dot json. نلاحظ هنا لدينا dependencies الاكسبرس والديفلوبمنت dependencies، لدينا النودمون أيضا نفس الأمر. الآن كيف نقوم بحذف باكيج من المشروع؟ إذا لدينا هذه الطريقة أو هذا الكوماند yarn remove ثم اسم الباكيج نيم. إذا لدينا yarn remove والباكيج نيم اكسبرس مثلا، وسيتم التصديق، عفوا سيتم حذف هذه الباكيج. في ال npm كنا نكتب npm install express. وتم ايضا هنا حذف الاكسبرس. لو نعمل استعراض لملف الباكيج دوت جيسون، نلاحظ هنا في الديبندنسيز فارغة تم حذف الإكسبرس، ونفس الأمر بالنسبة لليارن. نعمل كات ثم باكيج دوت جيسون. نلاحظ أيضا في الديبندنسيز تم حذف الإكسبرس. أيضا نلاحظ هنا الوقت الذي استغرقه اليارن لكي يقوم بعمل ريموف لهذه الباكيج 3.684، في اليارن 1.37، ما زال اليارن أسرع. أيضا لدينا inspecting license، يعني إذا أردنا أن نقوم بمعرفة اللايسنس الخاصة بالباكيجز التي نقوم باستخدامها نستخدم هذا الأمر yarn license ثم ls. إذا هنا قمنا بكتابة اللايسنس خاطئة، إذا أظن بهذا الشكل. إذا ls بدون الماينس. إذا كما نلاحظ هنا يتم عرض لجميع اللايسنس الخاصة بالباكيجز التي يعتمد عليها هذا المشروع. أيضا لدينا inspecting dependencies، يعني مثلا كما قلنا في الباكيجز لدينا بعض الباكيجز التي لا تعتمد على اي باكيجز اخرى، وهنالك باكيج تعتمد على باكيجز اخرى. على سبيل المثال لدينا الاكسبرس، نقوم بتصديقه. اذا yarn add express، نلاحظ انه يتم تصديق الاكسبرس ويتم تصديق بعض الباكيجز هذه الموجوده هنا. هذه الباكيجز التي تم تصديقها يعتمد عليها الإكسبرس لكي يشتغل بالشكل المطلوب.
إذا هنا لدينا هذا الأمر يارن واي ثم الباكيج نيم. لدينا مثلا يعني هنا تريد أن تعرف أنت لماذا تم تصطيب هذه الباكيج. لنأخذ على سبيل المثال البودي بارسل هذه. إذا نكتب يارن واي ثم بودي بارسل. إذا سنلاحظ هنا يقول لنا الريزونس أو السبب، يقول لنا أن الإكسبرس يعتمد على البودي بارسر لكي يشتغل بالشكل المطلوب. إذا هنا في اليار يمكننا أن نعرف لماذا تم تصطيب هذه الباكيجز الأخرى. نقوم أيضا بتصطيب هنا الإكسبرس من جديد. إذا npm install express. إذا كما نلاحظ هنا أحيانا يتم عرض لنا بعض الورنينز الموجودة هنا، لكن في اليارن لا يتم عرض لنا الورنين. لهذا اليارن هو ميجا سكيور، يعني في من ناحية السكيور هو أفضل من الNPM أيضا. الآن كيف نقوم بعمل أبديت للباكيجز؟ يعني مثلا الإكسبرس الإصدار الرابع، مثلا إذا قاموا بعمل إصدار خامس على سبيل المثال فقط، طبعا سنريد نحن أن نقوم باستخدام آخر إصدار، سوف نقوم بعمل upgrade أو update للباكيج نيم. فقط نستخدم هذا الأمر yarn upgrade ثم الباكيج نيم على سبيل المثال yarn upgrade ثم هنا express على سبيل المثال. وإذا أردنا أن نقوم بعمل update لجميع dependencies الموجودة في البروجكت فقط نكتب yarn upgrade. أما إذا أردنا أن نقوم بتخصيص dependency معينة سوف نقوم ب إضافة اسم الباكيج نيم إلى هذا الأمر yarn upgrade. هنا أيضا لدينا هذا الأمر yarn upgrade ثم interactive. هذا سوف يظهر لي جميع الباكيجز التي يمكن أن أقوم بعملها upgrade، وأقوم أنا فقط باختيار بعض من الباكيجز التي أريد أن أقوم بعمل update لها. الآن كيف نقوم بعمل updating لليارن؟ فقط لدينا هذا الأمر أو هذا الأمر yarn ثم self update، يعني نكتب هنا فقط yarn self update وسيتم تثبيت أو سيتم عمل تحديث لنسخة اليارن. أو يمكننا أن نقوم بتحديد ما هي النسخة التي نريد أن نعمل update لها بتمرير رقم الفيرجن. أو لدينا هذا الأمر بأننا نقوم باستخدام الـ npm، يعني أولا سنقوم بعمل install للـ yarn ونقوم بتثبيته من جديد npm install yarn ثم minus global. وفي النهاية have fun with yarn، يعني استمتع بالـ yarn. يمكنك أن تقوم بتجريبه، يمكنك أن تقوم باستخدام الـ yarn، يمكنك أن تقوم باستخدام الـ npm، هذا راجع إليك. يعني كما قلنا حاليا لا يوجد فرق كبير بين الـ npm والـ yarn، لأن الـ npm قاموا بأيضا عمل بعض التحسينات وحل بعض المشاكل. فقط نقطة الاختلاف بين الـ yarn والـ npm التي ما زالت موجودة هي عامل السرعة. الـ yarn أسرع من الـ npm. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الكورس. نلتقي في كورس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.